مع اليوم الأول خروج المنتخب البرازيلي، كيف ترى ذلك؟ طبعا أنا شفت الملامح عليك أنت وبنعيم وعلى كابتن خلاف. أنت فرحان؟ لا مو فرحان، بس أسمع منكم. والله يعني في بداية الأمر يعني حقيقة جميعنا حزنانين على الأداء بصراحة، يعني نعم. على الأداء نعم. الذي ظهرت به البرازيل خلال هذه المباراة اليوم يعني مع أوكرانيا، ولكن كرواتيا. يعني كرواتيا فكرواتيا اليوم يعني قدموا فريق لكن ليس أكثر من البرازيل حيازة وفرص وتهديد المرمى يعني أكثر من مرة، لكن احنا مرات نقول يعني هاي كرة القدم مرات يعني تكون ضربات الحظ، فبالتأكيد يعني اليوم كرواتيا أدوا يعني فريق جيد منضبط، يعني أدوا فرصة بفرصة، سجل الفريق البرازيلي الهدف بالدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع، وأضافت يعني كرواتيا الهدف الثاني، ولكن ضربات الحظ يعني مثل ما تعرف اليوم هذه حال كرة القدم. نعيم شلون شفت؟ استاذ حسين خلينا اليوم نقول احنا البطولة هاي يمكن راح اعتقد انه راح تحسب لحراس المرمى، لان شاهدنا اليوم احنا مباراة الفريق البرازيل مع فريق كرواتيا لو نستعرضها بالمجمل، لانه اعتقد اغلب الفرص من بداية الشوط الاول بالدقيقة 4 الى الدقيقة لحد 120 نشوف الفريق البرازيلي هو الأكثر حيازة وأكثر الفرص اللي ممكن كان تسجل من قبل نيمار، يمكن نيمار الأبرز اليوم بضياع الفرص، أو مو أقول بضياع الفرص إنما باستبسال حارس المرمى.